الشبه الثانية هي التحليل الكهربائي البسيط لمحلول كلور الزنك زد ان زائد 2 زائد 2 سي ان ناقص. هذا المحلول الذي يحتوي على شوارد الزنك الموجبة زد ان زائد 2 وشوارد الكلور السالبة. لدينا مولد للتيار مستمر، وعاء للتحليل الكهربائي، المصرايين من البلاتين او من الجرافيت يعني الفحم الكاتب، وهو مصرايين غير متأثرين. نشغل المولد ونلاحظ ما يحدث عند المصرعين. نبدأ عند المصعد، إذن عند المصعد نلاحظ انطلاق فقاعات غازية كما تلاحظون. هذه الفقاعات الغازية تنطلق عن المصعد وهي غاز الكلور. أما عند المهبط فنلاحظ ترسب معدن، لاحظوا يعني المعدن يترسب على المهبط فيطلع المهبط بمعدن، وهذا المعدن هو الزنك. الآن إلى تفسير ما يحدث عند كل مصرع، ونبدأ عند المصعد. فنلاحظ هنا انجذاب شوارد الكلور إلى المصعد، وهي شوارد سالبة. ماذا تفعل هنا؟ لاحظ إنها تفقد إلكترون كما في السابق. إذن كل شاردة سالبة الكلور تفقد إلكترون، ولما تفقد الكترون تتحول الى ذره، ثم تتحد كل ذرتين تكون لنا جزيء غاز الكلور. لاحظوا الان ستتحد الذرتين ويكون لنا جزيء غاز الكلور. اذا هذه الشايده الان ستفقد الكترون عندما تصل الى المصعد، ها هي الان فقدت الالكترون. الثانيه الان هذه الشايده الثانيه شايده كلور تفقد الكترون ثم تحول إلى ذرة تتحد مع الذرة الثانية وتكون لنا غاز الكلور. غاز الكلور. نلخص، إذا اتجهت شوارد الكلور إلى المصعد حيث تخلت له كل شارد عن إلكترون واحد، متحولة بذلك إلى ذرة كلور، ثم ترتبط كل ذرتين مكونة جزيء غاز الكلور. يعني عند المصعد في التحليل الكهربائي البسيط لكلور الزنك ينطلق غاز الكلور عند المصعد. نرى ماذا يحدث عند المهبط. إذا لاحظوا انجذاب شوارد الموجبة للزنك، ها هي، وكل شاردة موجبة تأخذ إلكترون. نتابع هذه الشاردة الموجبة، الآن إذا أخذت إلكترون وتتحول إلى ذرة. كل شاردة الزنك زد ان زائد 2 تاخذ الكترون تحول الى ذره، تبدا تترسب على المهبط، ترسب على المهبط. اذا يعني شوارد الزنك الموجبه تنجذب الى المهبط السالب وتاخذ كل شارده موجبه الكترونين وتتحول الى ذره. اذا الخلاصه، اتجهت شوارد الزنك الموجبه الى المهبط حيث اخذت منه كل شارده الكترونين، متحولة بذلك إلى ذرة زنك فتبقى على المهبط. نفسر ما حدث إلكترونيا من خلال معادلات الكيميائية للتحليل الكهربائي البسيط عند المصريين، ونبدأ عند المصعد حيث انطلق غاز الكلور. فكما لاحظنا انجذبت شوارد الكلور السالبة إلى المصعد وفقدت كل شاردة إلكترون وتحولت إلى ذرة، ثم اتحدت كل ذرتين وأعطتنا جزيء غاز الكلور. فالآن هنا نكتب هذا، عندنا شاردتين من الكلور أعطتنا إلكترونين وجزيء غاز الكلور. بالصيغة الكيميائية نكتب 2 سي ان ناقص، شاردتين من الكلور تعطينا زوج إلكترونات، إلكترونين زائد جزيء غاز الكلور. أما عند المهبط أين ترسب معدن الزنك على المهبط، فلاحظنا أنه كل شارد زنك زد أن زائد 2 التقطت إلكترونين وتحولت إلى ذرة. ونكتب هكذا، شارد زنك زائد إلكترونين أعطتنا معدن الزنك، يعني زد أن زائد 2 زائد 2 إلكترون أعطينا زد أن. والمعادلة الإجمالية هي بجمع المعادلتين عند المهبط وعند المصعد، زد ان زائد 2 زائد 2 سي ال ناقص تعطينا زد ان زائد سي ال 2. لاحظوا انه في الطرف على اليسار 2 الكترون وفي الطرف على اليمين 2 الكترون، لا نكتبهما.
الخلاصة أنه تحليل كهربائي لكلور الزنك، كلور الزنك يعطينا معدن الزنك الذي يترسب على المهبط، وغاز الكلور الذي ينطلق عند المصعد.